وصلي على محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسين وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشَّيَاطِينَ وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئر بئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتي تكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحوا قل لأصحاب السعير إن الذين يخشون رب بهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ؟ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. صدق الله العلي العظيم. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. واسمع سيد رحمه الله عليه واسمع سيد رحمه الله عليه طيبوا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وال محمد ازور سيدي ومولاي ابا عبد الله الحسين عليه السلام اصاله عن نفسي ونيابه عن والدي ووالدي والدي وجميع المؤمنين والمؤمنات ومن اوصاني بالدعاء وقلدت الزياره جميعا قربه الى الله تعالى اعظم الله اجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا واياكم من الطالبين بثاره مع وليه الامام المهدي من ال محمد عليهم السلام السلام عليك يا ابا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا خيره الله وابن خيرته السلام عليك يا ابن امير المؤمنين وابن سيد الوصين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا ابا عبد الله لقد عظمت الرزيه وجلت وعظمت المصيبه بك علينا وعلى جميع اهل الاسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع اهل السماوات فلعن الله امه اسست اساس الظلم والجور عليكم اهل البيت ولعن الله امه دفعتكم عن مقامكم وازالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله امه قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم برئت الى الله واليكم منهم ومن اشياعهم واتباعهم واوليائهم يا ابا عبد الله اني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم الى يوم القيامه ولعن الله على زياد وال مروان ولعن الله بني اميه قاطبه ولعن الله ابن مرجانه ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمراء ولعن الله امه اسرجت والجمت وتنقبت لقتالك بابي انت وامي لقد عظم مصابي بك فاسال الله الذي اكرم مقامك واكرمني بك ان يرزقني طلب اثارك مع امام منصور من اهل بيت محمد صلى الله عليه واله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والاخره يا ابا عبد الله اني اتقرب الى الله والى رسوله والى امير المؤمنين والى فاطمه والى الحسن واليك بموالاتك وبالبراءه ممن قاتلك ونصب لك الحرب وبالبراءه ممن اسس اساس الظلم والجور عليكم وابرا الى الله والى رسوله ممن اسس اساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى اشياعكم برئت الى الله واليكم منهم وأتقربوا الى الله ثم اليكم بموالاتكم وموالاه وليكم وبالبراءه من اعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءه من اشياعهم واتباعهم اني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن ولاكم وعدو لمن عاداكم فاسال الله الذي اكرمني بمعرفتكم ومعرفه اوليائكم ورزقني البراءه من اعدائكم ان يجعلني معكم في الدنيا والاخره وان يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والاخره واساله ان يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثار ثاركم مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم واسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته. مصيبه ما اعظمها واعظم رزيتها في الاسلام وفي جميع السماوات والارض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمه ومغفره اللهم اجعل محياي محيا محمد وال محمد ومماتي ممات محمد وال محمد ان هذا اللهم ان هذا يوم تبركت فيه بنو اميه وابن اكله الاكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه واله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه واله اللهم لعن ابا سفيان ومعاويه ويزيد ابن معاويه عليهم منك اللعنه ابد الابدين وهذا يوم فرحت به ال زياد وال مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعنه منك والعذاب الاليم اللهم اني اتقرب اليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وايام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وال نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وأخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة الذي جاهد التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم العنهم جميعا مئة مرة السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم معا السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين مئة مرة اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثانية والثالثة والرابع اللهم العن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمر وال ابي سفيان وال زياد وال مروان الى يوم القيامه سجود. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعه الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين واصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين زياره علي علي بن الحسين الاكبر عليه السلام السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن نبي الله السلام عليك يا ابن امير المؤمنين السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد السلام عليك ايها الشهيد ابن الشهيد السلام عليك ايها المظلوم ابن المظلوم لعن الله امه قتلتك ولعن الله امه ظلمتك ولعن الله امه سمعت بذلك فرضيت به السلام عليك يا مولاي السلام عليك يا ولي الله وابن وليه لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع المؤمنين فلعن الله أمة قتلتك وأبرأوا إلى الله وإليك منهم في الدنيا والآخرة زيارة الشهداء السلام عليكم يا اولياء الله واحبائه السلام عليكم يا اصفياء الله واودائه السلام عليكم يا انصار دين الله وانصار نبيه وانصار امير المؤمنين وانصار فاطمه سيده نساء العالمين السلام عليكم يا انصار ابي محمد الحسن الولي الناصح السلام عليكم يا انصار ابي عبد الله الحسين الشهيد المظلوم صلوات الله عليهم اجمعين بابي انتم وامي طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما يا ليتني كنت معكم فافوز معكم في الجنان مع الشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته زياره ابو الفضل العباس ابن امير المؤمنين عليهم السلام السلام عليك يا ابا الفضل العباس ابن امير المؤمنين السلام عليك يا ابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن اول القوم اسلاما واقدمهم ايمانا وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت في قتلك حرمه الاسلام فنعم الاخ الصابر المجاهد المحامي الناصر والاخ الدافع عن اخيه المجيب الى طاعه ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل والحقك الله بدرجه ابائك في دار النعيم انه حميد مجيد اللهم لك تعرضت ولزياره اوليائك قصدت رغبه لثوابك ورجاء لمغفرتك وجزيل احسانك فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل رزقي بهم دارا وعيشي بهم قارا وزيارتي بهم مقبولة وذنبي بهم مغفورا وأقلبني بهم مفلحا منجحا مستجابا دعائي بأفضل ما ينقلب به أحد من زواره والقاصدين إليه برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صلى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين. المنتجب في الميثاق المصطفى في الضلال. المطهر من كل آفة البريئ من كل عيب المؤمل للنجاة المرتجى للشفاعة المفوض إليه دين الله السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين جميعا معا نقرأ الزياره زياره ابا عبد الله الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخته العقيلة عقيلة الطالبيين زينب الكبرى وأخيه أبا الفضل العباس ورحمة الله وبركاته قال سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام إن الناس عبيد الدنيا إن الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما حطت معايشهم وإذا محصوا بالبلاء قل الديانون فهيسرين أبيرنس الضمام صاحب العصر والزمان أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء لاوت صلوات For your well being and the well being of your family and loved ones and other us salawat. If you bring in the revolution of Imam al Hussein and you go through the agendas of the Imam, the reason the Imam Rebelled against Yazid ibn Muawiyah, and you look into the reasons of the Imam, you find it to be relevant for that time and age, and of course, relevant for this time and age as well. For many reasons. The letters that he wrote for the people of Basra, to the people of Kufa, to his brother Muhammad ibn al hanafiyyah the Imam Ali Abdul Salati was Salam. In each of these letters, he's pointing out the reasons Reason, of his revolution, why he's rebelling against Yazid ibn Muawiyah. As we mentioned last night, so no one comes and questions his rebellion, no one comes and questions Imam himself. In addition to that, in addition to that, what is it that is relevant for to us today is you look into his aims and his goals, you find that you can categorize it into five sections. Number one, number one section of his rebellion was, of course, the what? It was his rebellion that was going into, into the letter that he wrote to muhammad ibn al-hanafiyyah his brother he said to his brother that i am rising to enjoin good and forbid evil of course this is reform of the community of the society and then after that the second one you find the Imam is protecting Islam itself. This is the reason that you see the Sunnah of Rasulullah has died out and the Bid'ah has taken its place. If you look at this today in this time and age, don't you find this today in our society, in our community? Sunnah of Rasulullah. The tradition of Rasulullah, the narration of Rasulullah, no one looks into that, but they say this is a tradition of my tribe, of my family, when it comes to marriage, for example. When it comes to marriage, look at it. When someone goes and they propose to the others, you know, a, a male mu'min who prays, who fasts, they go there and they talk about the dowry as if the person is selling his daughter. And if you talk to them, you say the dowry of Rasulullah that he said for his daughter Fatima al Zahra alayha, was so less than any of you. Are you better than Fatima al Zahra? It was 500 dirham, equivalent today to 1000 to $3000. That's it. But when it comes to marriage, sunnah of Rasulullah is not there for us. When it comes to our lifestyle—it's way different than what the Rasulullah has prescribed for us. We look in different direction. That's why Imam Al Husain alayhi al-Salat salam said to Farzda, he said to him, "Inna Abidu nas abid al-dunya wa al-dinu laqun 'ala al-sinat him, ma darat ma'ayshum. Faiza muhssub al-bala kallad diyanun." Don't you see this today in this time and age? Marriage is one of them, and we will talk about, inshallah, marriage. A very special night for marriage because what we look at what's happening today, divorces are increasing and marriage is going way down because of the expectations from both sides and other reasons that we'll talk about it, inshallah, another night. What's the other issue? Now, when it comes to us, we say we are Hussainis, we say we are Alawis, we, are, we say we are Zainabis, we say I love Imam Al hussein But if you look at our action, you say this person is way away from Imam Al Hussain. Where is he? And we have doubters in the communities that put doubt in our minds. First, they start with the Marja'iya, they put doubt in your mind and my mind and the young ones. Doubt about the marja'iyya? Do we need marja'iyya? Is it important for us to follow a marja'iyya? Look at what happened in Iraq a couple of years ago. If it wasn't the fatwa of the marja, if it wasn't Hashd al -shabi, Iraq it will be taken by Daesh. And we some in imbeciles come into this society, this community of ours, and they say we don't need marja'iyya. Why? Because you can get the ahadith and the rawaya, read here and there, and make your own fatwa. As one of the marajai told us when we went for a visit, he said to us, we wait for the people to give their fatwas, and then we give our own fatwa. Because everyone in this time and age, they have their own opinion, mashallah. When it comes to food, when it comes to daily things, you know, buying a house, interest, everything, everyone have, have their own fatwa. When you go to a plumber, and this is, look, brothers and sisters, everyone, they have their own Qualifications. When you go to a plumber, the plumber knows how to fix a pipe. He knows what to do. True or not true? And you look, if he's licensed or licensed, not licensed. But when it comes to religion, mashallah, everyone gives their own fatwas. And these doubters, they come and they put this doubt in the minds of the youth, in the minds of the mu'mineen. Do we need this marja? Do we need that marja? Do we need, do we need this person? Do we need that person? Imam Al Hujjah, what did he say in his letter to Sheikh Al Mufid? He said to him, that Find a pious scholar that you can get your fatawa, you, you can get your questions answered by them because they know how to give you the answers. They know what to reply to. At every turn, we come and we say, Do we need them? What's our need for them? And this is amazing when it comes to our society, our community. That every day you find something comes up in the community, like cancer spreads around, and everyone they have their own opinion when it comes to it. And we go back to the house. You see, where is the Maraja opinion? Well, he's, he's in the background, in the, behind the scene. We're just going to tell you what I'm thinking. What about the one who is qualified to say it? The one who studied 30, 40 years? In the time of Imam Al-Hadi, he set out a wakil, Imam Al-Hadi. He said, if you can't reach us, go to the wakil. We have a hadith that says, even in the time of Imam Al-Sadiq, he used to teach his Students and he used to send them to all over the cities. Tell them, you go to Kufa, you go to the Medina, you go to Basra, you go to Mecca, you go here, you go there, you go there, and there people can ask questions and you can get your answers from them. There you can get the answers from them. That's one doubt in the Maraja. Then they go in the doubt of because it's you know it, elevating is going into different directions. After that, they go into the doubt of the imams. Just recently, in this community of ours, someone started putting doubt in the mind of the people. Do we? Why do we read Jarat Ashura, cursing the five? Why do we read Du'a at tawassul asking the intercession of the imams? And you wonder, Subhanallah! Look at this. When he starts with the scholar, he goes to the imam. And then he goes to the du'a, and then he goes to the ziyar, and then he goes to the Quran, and then after that he goes to the Almighty God. Amr bil maruf wa munkar. Where did it go? The original text of the Imam. Where did it go? Where? And it's not you and me that we might you might think we are the ones under you know, the microscope or we are the ones in danger. It's the young ones and I sometimes i look at my children i wonder what will happen in a couple of years' time what will happen for these children because now everything has changed everything in addition to all of that you have a war that you and i if we don't pay attention we don't know about this war and it's ongoing war and that is cyber war youtube youtube kids netflix amazon prime and it goes goes hbo max every one of them do you think your child who's sitting in the majidis and a couple of days ago i saw in one of my majalis one of the children started to you know walk around and make some noise the father to make him settle down he gave him the phone here take it go into youtube kids look at the contents there look at what they're showing to your child and my child Taking them to their path, that one of them said to me, he said, "Look, for us to change your mind, that's going to be impossible because you come from a society. They go to majalis, they listen to the latmiyat of Imam Al Hussein. They go to Haram, they go here, they go there. But for us to go after you, child, that's more important for us, and make it just normal. That's it. Normalize it." normalize for a person to sit down in front of them have a long hair beard put some makeup and that person per pronoun here is they not a he not a she but it's a they in the united states just 2 months ago this is not you know a, a movie that is a sci-fi movie that you might think say that's coming from the mars and he's telling us something that's happening in the stars no 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 this is happening right now in this time and age in united states two three months ago there was a program they showed and they were talking about these pronouns in a kindergarten in some school they had a problem with a kindergarten teacher teaching a kindergarten student the class different pronouns and telling them that it's easy and it's very normal for you to ask not to be identified as a man or woman, you can wait until you make up your mind. Kindergarten. Five-year-olds. If I go today to any kindergarten you know, classes in Australia and adding it to a curriculum, Islamic teachings, they all come out, Sharia, Allah, what are you doing? What's that? We don't want this. But for a woman teaching a five-year-old, that you can wait until you grow up to make a decision to be a he or she or a ze or za. This is the pronouns. They have 100 pronouns. For you to be identified as a male or female, where are we going with this? Where are we going with this? And we can't even comment on it. We can't even make a remark. We can't even state make our stand. There. In, in canada they came out in some university there and they said we don't want to do this they said why you have to this is our duty this is our right that you call us to what we want to be called so he stood there <laughs> this professor he said to the person who was talking to him he said what are you i'm a they how could you be a they he said i'm a man and a woman two in one but your child my child you yourself are exposed to this don't think they're not they are they're exposed to a 24-7 when we come to this majalis say it half an hour and come down everyone is going to get bored and I, I see it sometimes if we go more than half an hour everyone gets their mobile phones out and looks at the you know, cryptocurrency market is uh, you know Solana going up and down. Is this going up and down? Is Bitcoin good or not good? Going checking their feeds on I don't know Instagram, Facebook. Isn't that true? But when it comes to anything coming on Netflix, the people sit down, they binge watch a whole TV show in a matter of hours. Tonight we're gonna sit down and watch 15 episodes all at once. When it comes to imagine this half an hour, come down and that's enough. Half an hour, and that's enough. And it's only these 10 nights. Only these 10 nights. That's an issue that we have our, our hands. When they are exposed to this in this time and age, in the 21st century, and you think this is not important, wallahi, you're delusional. If you think this is not important, that you don't have to address it, you don't have to go and tackle it. You don't tackle it there, you, you see your own child tomorrow. You ask him at 20 odd years, 25, 26, up to 30. You say, Why are you not married? I don't want to get married. I don't want. Why? Any normal person at that age wants to get married. But you find that man at that age, or even when it comes to the female side, they also have the same opinion. Because they're exposed to something that is more dangerous than the first one. I don't want to name it here, but it is. Many of the youth, they're either exposed to alcohol, to drugs, or pornography. These three things. And it's, it's easy to get access on it anywhere you want. Just have this. And this is the destroyer of the families. This one. When you give it to a person like me, I take these and I make some majalis on it. I listen to this lecturer, to that lecturer, do some trading on it, okay? Open my Instagram and watch who is reciting here and But give it to a five-year-old. Give it to a five-year-old and watch what they do with it. He knows, she knows how to use it. If I'm reciting a word, right, I don't know if he's, it's a he or she. SubhanAllah, it became to a point that you're afraid to say he or she. They take the phone and they go up and down. And you, you just wonder, how did he know how where to go? Now, and they have a preference. I don't want to watch that. I want to watch this. When I mentioned YouTube kids, because a couple of days ago, there was a documentary made. About the people that come and make programs on YouTube, kids, because some people think because it's YouTube, it's kids, it's you know safe. They can do whatever they want. They can watch whatever they want. It's fine, but it's not. And same as I told you, a person, long hair and all that, showing the kids how to open up toys, unboxing a toy, and the child is just sitting down and watching it. The other day I watched, and I was waiting in a waiting room. ABC three kids. They had two women. And the two women were saying, talking to the daughter, you know, presumably it was a daughter, and she was saying that it's very normal to have two mothers. So a child, a five-year-old, a six-year-old, a ten-year-old, when they sit down and they watch this and they go, okay, yeah, all right, yeah, well, that's normal. What happens next? What happens after that? They fall into more of a problems. They fall into more of issues. That is why Aba Abdullah Al Hussein went into reform of the society, of the community. That's the important part of it. That he said, I will give up my life, my companion's life, my family's life. We recite this in Ziyarat al Huh? not just for that time for all of us today when we have a look at this and we come out and we say what do i do what do i do when my children are doubting allah they're doubting the prophet they're doubting the imams now they're watching this, they're watching this, and they're exposed to all sorts of programs 24 hours and they spend on billions of dollars to get it right in front of your child for them to have a look at it and then some people come in the community they say we don't need this to be discussed because we live as if we live in a whole city of iraq you know some cities in iraq in karbala najaf and everything is fine in karbala and najaf there is some things that close to this in there what do you think we don't have it in here in a western society that we cannot even say anything and if we talk they say this is not your country this is not an islamic state this is a Western country. You can't even make a decision here or there, or make any changes. The curriculum is this, and the ones who make a decision for that curriculum are those people. That the curriculum now is for your child to learn the pronouns. That's why we always say we need more schools. We need more schools, and they say, why do you need more schools? I had a chat a couple of weeks ago with one of the. Noble man, you know leaders of the community. I had a chat with him, and he said, "Say We don't need more schools." I said, "Why?" I said, "And this is what he was saying to me." And I was wondering, "Why is he a leader of a community center?" And I said that to him. Don't think this is a riba. We don't need more schools. Why? You think you came here to Australia to teach our children, your children and my children, Islamic studies, theology, and jurisprudence and all that. If you want that, go back to your country. I said, Subhanallah. Subhanallah. So we don't need? He said, no, we don't need it. And the conversation became a debate, heated debate with him. And I said, of course we need it. What do you think we don't need it for? The others, they have in schools every in every suburb they have their own school. When it comes to us, we can't teach our own children the alphabets of the Islam. Al-Ifba al-Islam, the important part of the Islam, the foundations of Islam, and then tomorrow you see everyone going astray. Those people are some of those that you label them as hypocrites. And a hypocrite, a munafiq, is worse than anyone else. Why? Kafir is a kafir. Kafir is a kafir. Mu'min is a Mu'min, but a Munafiq, you don't know. Is he a Kafir? Is he a Mu'min? He might stab me any day in my back. Yeah, and you don't know. You can't make your decision here and there. And whenever we have an issue with the community, whenever we have an issue with the youth, they come and say, It's a Marja'i's fault. It's a Sayyid's fault. It's a Sheikh's fault. A woman called me a couple of weeks ago, a couple of months ago, I'm sorry, before my Umrah. Trip, she said to me, my son, who's a Sayyid, he went out with a girl, he made her pregnant. She had to go and abort. I don't know where, I don't know if it's legal in this country or not. But she wanted, she had an abortion. A 15-year-old man. I, I call him a man because he is a man, mashallah. 15-year-old. Now, Sayyid, where are you? I said, What do you mean where I am? What do you want me to do for him? Come and rescue him. I said to her, listen, aloeh, you're she said, Yeah, I'm I said to her, listen imam al-hussein stood in front of 30,000 enemy combatants and he called out, اسمعوني. ala like, why don't you listen? ala listen. they didn't listen. and he again said, listen, they didn't listen. lady Zainab came to him. she said to him, brother, ya akhi, why, don't you, why don't they listen to you? why? It's very strange that you, a Hujjatullah, they don't listen to you. What did he say? I said to her, Imam Al Hussein, he talked to them, but they didn't listen. We're talking with your children. We are talking with your children. We're telling them, قال الباقر, قال الصادق, قال الفلان, قال الفلان. but for them, do they change? No. And what do you think this happens? This happens because of your. Shortcomings, not my shortcomings, they're your children, they're your offsprings. But let him be, let him go wherever he wants, take him for at least one ziyarah, one ziyarah to Abba Abdullah al Hussein. Let him see the Atabat al Aliyat, at least one ziyarah in his lifetime. Not that he's always exposed to all sort of things like this, and then when it comes to this kind of issues. They say, why? Now you can't do anything for us? What, do you, what can I do for you? Everything has gone so far ahead that you can't even reach it anymore. So far ahead. That is why Imam Al-Husayn was there to reform the society. To bring it back to the right path. To show people the right what? The right path of Rasulullah sallam because Jahiliyyah was two. You can have a look in the books. The first Jahiliyyah in the time of ignorance. It was the main Jahiliyyah, the one you could tell. Mushrikeen, they worshiping the idols. Uh, we know Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab. Those other Mushrikeen. Those other what? Yeah. The second Jahiliyyah was worse than the first Jahiliyyah. Why? The second Jahiliyyah was those people who used to pray. Pray. Used to fast. In Karbala, they prayed. They fasted. When they killed Imam Al Hussein, they raised his head on the spear. They even chanted what? Allahu Akbar. You find this Islam and you find this Islam. In Karbala, on the day of Ashura, the two, both of them. Both armies prayed Salat al Dhuhr and Asr. Both armies, both armies prayed, and both armies they said, We are Muslims, but which one is the true Islam, which one is not the true Islam? And you found this, and they knew, they knew. He said, I know that I'm killing the grandson of Rasulullah, and he said to them, Don't you know who I am? I'm the grandson of the Prophet, don't you know? that I'm the only family member of the prophet why are you here to fight me did i kill anyone from you did i do any crime did i oppress you They said no no and why did you fight? why are you here bringing 30000 soldiers enemy combatants Imam al Sadiq says they were surrounding my grandfather Imam Al Hussein, Sayyid al Shuhada, like a ring around the finger. I saw a hadith that they even had 20,000 additional soldiers outside of Karbala. Just in case. Just in case. Abu Fadl Abbas and Ali all of them. They said, we just have them there. 30,000 is not enough. We have 20,000 outside. If anything happens, tell them to come. To fight these people. Who are these people? The family of Rasulullah Why are you here fighting me? Well, we fight you because of our hatred toward you, father Ali. بِمَا فَعَلَ بِأَشْيَاقِنَا بِبَدْرٍ وَحُنَيِنَ. Of your father Ali, to what he did to us, to our ancestors, to our grandfathers. But we couldn't take our revenge on him. We are taking our revenge on you. We are here in to annihilate you. So, going back, those are some of the problems. Inshallah, in the subsequent NASA, go into other issues that we have in the community that, inshallah, we try to fix them up as much as we can. This is a chance that we go back to the source, and that is about Abdullah al Hussein, Ahlul Bayt alayhim, Abdullah salati was salam, and we think to our, for a minute that I am also responsible to fix up this community of mine. Because this is your community as well as it is every one of us community and we go back to the source and we see how can I fix it how can I fix it and Imam al Hussein is a great example Imam Al-Husayn Salati was wa He <inaudible> stood <inaudible> even the malaika they were wondering they were shocked of his what his patience how could he be so patient he lost his sons, he lost his companions, he lost his loved ones. How could he be so patient like this? How could he be standing up like that, fighting them? And he was there alone. And he called out, Allah, is there anyone going to come and help us, assist us? But there was no one there there's a hadith that says he said these more than once. more than once. he looked in the direction of the north. he said it. direction of the east. direction of the west. direction. and he called out, come to our help. no one came. and then he called out, ya habib, where are you to come to help me? are you there? and then he called out the other companions, muslim, hor, all of those. and he said, i know that you cannot come to help me because you are all laying down dead on the

imam al-Ridha said to rayyan ibn shabib, the 18 members of his family were also massacred on the day of ashura. 18 members of his family. i add something to what imam al-Ridha said to rayyan. you killed his family. you killed him. you even killed his infant child. what was the whole deal of burning the tents? and then what was after that? running after the children of abu abdullah al-hussein and throwing down throwing them down on the ground one of them comes after they burned the tents where the children of Abdullah al-Hussein were running right and left sayyida zainab she comes to this child she holds on to this child she goes to the left she holds on to the child on the left and then she became what zainab she didn't know what to do what to go go in that direction or that direction and the children of abdullah al-hussein are all screaming loud, wa muhammadah, wa hasana, wa Aliyah. this man, he narrates himself. he said, i saw a girl running. i saw a girl running. a young girl, a child of abu abdullah al-hussein running. and her clothes were set on fire. who's narrating this? the narrator of the events of Ashura Hamid ibn Muslim. He said, I saw this girl running, running, running and her clothes set on fire. I was riding my horse. I went after her. When she saw me, she was afraid of me. She thought that I'm there also to loot her, to take her over and take whatever she's having for me, earrings. So she started running and I'm chasing her. She ran and ran until she fell unconscious on her face. I came down for my horse. I went to her and I turned off the fire that was set on her clothes. And then when she came about, she looked at me and she saw some mercy. They were looking for some mercy. She looked at me and she said, Ya Sheikh, Ana I'm thirsty. I said to her, Come with me. I'll take you to the Euphrates. You killed him. You killed his family. You killed his companions. What about the children? What did they do? Innocent children. A three year old, he said, I took her to the Euphrates. I gave her a cup of water. And I said to her, Drink. Ishrabi. She hesitated. She started looking at the water. And then she started looking at the battlefield. A three-year-old. but don't think this is a three-year-old, my child or your child. This is a three-year-old, who's a grandson, granddaughter of Imam Al Hussein. She's related to him, Abdullah Al Hussein. She looks at the water and she looks at the battlefield, and then she looks at the water. And I, I said to her, "Didn't you say that you are thirsty? Drink from it." she said can you direct me to the direction of my father he said who's your father she said my father is hussein why you want to go to your father he said she replied i want to take the water to him because i heard him screaming loud crying out loud jaddi give me some water i said to her your father is not here your father is all the way there you can't take the water to him. She took the water in her hand and she said, I'm not going to drink the water until I die thirsty for my father. How could I drink when my father died thirsty? I can't drink any of this water. I can't drink any of this water when my father died thirsty and his family died thirsty and his companions died thirsty. In the name of this 3-year-old we have to look at the direction that is right at the source that can guide us to the right path and that's the path of our Abdullah al-Hussein. And we're here you come in here this is a tawfiq from Allah Subhanahu wa Ta'ala. That he brought you to this majalis of Aba Abdullah al-Hussain. Seize the moment. Seize the moment and take as much as you can. As much as you can, take from these lessons and teach it to the others. And guide them like Aba Abdullah al-Hussain did with his family. As-salamu alayka ya Aba Abdullah. Wa ala al-arwaah allati hallat abadan. ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين وعلى اخته العقيل عقيله الطالبيين زينب الكبرى واخيه ابا الفضل العباس ورحمه الله وبركاته. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل فرجه سهل مخرجه اجعلنا من انصاره واعوانه يا رب العالمين يا اله الخلق اجمعين يا مفيد يا غفور يا ودود اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك برحمتك يا ارحم الراحمين الفاتحه قبلها الصلاه على محمد وال محمد بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين أبي الزهراء محمد وعلى آله المظلوم. لعن الله الظالمين لكم من الاولين والآخرين. خيرين ما اخاب من تمسك بكم امنا إليكم يا, 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 يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز <حظيم> هذه دارهم تهيج شجوني كيف حبس الدموع بين الجفون جودي بالدمع بين خدي جودي هذه دار صحبنا يا عيوني بعد والبعاد امر مريب وبما لا اطيقه حملوني حملوني دهرا وما كنت ادري شنو بعد واصل ورحمه يهجروني فاطمه العلي بقيت وحدها في المدينه (بعد رحمة بعد واصل ورحمة يهجروني أيها اللائمون كفوا ولكن أي بمصاب ابن فاطم ذكروا هذه الذكرى بها تهون الرزايا وهي من أمها تريب المنو هذه الذكرى تركت زينبا تدعو حسين يا ابن امي ووالدي روعوني غيرتني مصائب القف حتى إن من يعرفوني لا يعرفوني المن يشير الشاعر منو ما عرف زينب محمد بن الحنفي ما فارق زينب سنة وسنتين ثلاث أربعة أشهر لما رجعت مولاتنا زينب إلى المدينة وقفت أمام الابن الحنفي ما كانت محجبة أخوها وإذا بمحمد بن الحنفي أطرق برأسه الى الأرض وقال من هذه المرأة الغير محجبة قالوا له ما عرفتها قال لا قالوا هذه أختك الحوراء زينب وإذا بزينب انفجرت بالبكاء لما عرفها قال أخي زينب ولا يهمش لا عليك هي. انت راح تبقين خدنة الكبيرة انت فخر المخدر زينب حتى لو غيرتش مصائب الطف تقول حقك حقك يا خويا ما عرفتني لان المصايب غيرتني مصايب حسين الشيبتني نزلاً على عيوني وعمتني خوياً لو ما كان تموت كانك شفت متني وراويك سياطل ورمتني اي والله وراويك سياطل و يا 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 لكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوت صدق الله العلي العظيم نور قلوبكم ومجالسكم بالصلاة على محمد وال محمد مضى الكلام في الليلة الأولى حول التعظيم وبالذات تعظيم الباري عز وجل سبحانه وتعالى. ثم تكلمنا في الليله الماضيه عن تعظيم الرسول صلى الله عليه واله وسلم. وفي هذه الليله نتكلم عن تعظيم اخر هو تعظيم الصلاه. تعظيم الصلاه. اولا الصلاه هذه اللفظه في اللغه العربيه ماذا تعني؟ تعني أولا الصلاة بمعناها الأول الدعاء حتى في زمن الجاهلية العرب قبل الإسلام لما كان يقولون فلان واحد راح يصلي يعني للصنم مات يعني راح يدعو الصلاة بمعنى الدعاء صلي عليهم أي ادعو لهم هذا معنى المعنى الثاني بعضهم قال الصلاة مأخوذة من الإزالة صلى يعني أزال الصلاة الصلاة هي النار بعضهم يقولون الصلاة مأخوذة من الصلاة النار فبالصلاة يزيل النار عنه بالفعل واحد لما يصلي يبتعد تبتعد عن النار ولذلك الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يقول يقول ما بين المسلم شوف حبيبي ما بين المسلم والكافر إلا الصلاة صلاة يصلي هو مسلم تركها متعمد متهاون حتى لو كان هو شيعي فينفصل هذا هذا حد الفاصل هذا حد الفاصل ويقول صلى الله عليه واله وسلم من ترك الصلاه رغبه يعني اصلا ما يحتاج ثوابها ولا خوفا من عقابها وانما ماذا تهاونا لا محتاج ثواب ولا يخاف من عقاب يقول عنه الرسول صلى الله عليه واله وسلم يقول لا ابالي لا ابالي ان مات يهوديا او نصرانيا او مجوسيا انتهى نقطه على السطر اذا المعنى الاول للصلاه هو الدعاء والثاني ازاله النار ابتعاد النار والمعنى الثالث للصلاه هو الرحمه الصلاه الرحمه ولذلك يقول امير المؤمنين روحي له الفداء بالرحمة بالصلاة تنالون الرحمة فأكثروا من الصلاة على نبيكم وآله الله و... بالفعل تنزل الرحمة بذكره وذكر آل بيته الأطياب الأطهار هذا ثلاثة أنت وقاعد في المجلس في قلبك صلي على محمد محمد حقيقة اسمع حصل ثواب وهذا مجلس نور كله نور هاي اثنين او ثلاثة هذا والمعنى الرابع اللي احنا نتحدث عنه هاي الليلة معنى الصلاة هو التعظيم والبركة والزيادة شامع في الدعاء اللهم زد وبارك على محمد وال محمد بارك يعني شنو زد مبارك؟ يعني هو عظيم اللهم ارفع من درجته، درجته عالية، اللهم ارفع من درجته، هو عظيم بعد أعظم، اللهم بارك فيه، اللهم زود فيه نعم درجاته هذا بمعنى الآن نريد ندخل في الموضوع هذا مقدمة بعد ما عرفنا المعنى اللغوي للصلاة ما معنى تعظيم الصلاة؟ الصلاة شلون نعظمها؟ واحد اسمع حبيبي تعظيم الصلاة قبل الصلاة بعدك ما مصلي أكو تعظيم للصلاة شنو تعظيم للصلاة أنك تكون متوضئ قبل الأذان هذا مو من عدة راجمانة رواية يعني بعد هو ما مأذن بعد خمس دقائق أكثر أقل المهم ما مأذن أنت متهيئ للصلاة بمن بالطهارة بالوضوء يقول الإمام الصادق سلام الله عليه ما وق وقر الصلاة من ماذا؟ من أذن ولم ماذا؟ يتطهر ما انطاها قيمتها ما انطاها عظمتها فما بالك باللي أخرها سيجيك الكلام عنه يجيك عنه هذا المعنى أول أنه بعدك أنت ماذا؟ ما مأذن تترك كل شيء تروح تصلي الصل... تروح ماذا؟ تتوضا تقعد هسه بعد عمل ثاني تسبيح ما بعض الاذكار هذا جيد بعد المعنى الثاني تعظيم الصلاة أن تصلي الصلاة في وقتها نقطة جدا مهمة شلون عيوني الإمام الصادق سلام الله عليه يقول امتحنوا شيعتنا امتحنوا تشوف واحد هذا شيعي حقيقي يعني درجة يك درجة ون زعني شلون شوفوا هذا الشوفة بالصلاة لما يأذن يقوم في في حين يصلي امتحنوا شيعتنا عند مواقيت الصلاة إذا صلى هذا عد علامة جيدة بعد يقول الصادق سلام الله عليه فضل الصلاة في أول الوقت عن آخرها كفضل الآخرة على الدنيا شنو من فضل هذا أول ما تروح في وقتها تحصل ثواب عظيم عظيم اذا اخرتها فالشيء جدا جدا تافه وما متاع الدنيا الا قليل هذا الصلاه في وقتها شنو نفع مولانا ملك الموت عندنا هذا الرواية عندنا حشي روايه كلنا نحكي روايه ترى بس انا في صياغه اخرى ملك الموت يدخل في البيوت ويتصفح الوجوه احنا ما نشوفه بس هو يشوفنا يتصفح الوجوه يشوف أي واحد من أفراد البيت ملتزم بالصلاة في وقتها شنو فائدته يقول أنا أخفف عنه سكرات الموت كرامة لالتزامه بالصلاة في أوقاتها أخفف عنه وهذا المعنى هو ما أخذ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يقول يقول أنا الضامن رسول الله يقول أنا ضامن المن للذي يلتزم بالصلوات بأوقاتها أن ينال الراحة عند الموت والنجاة من النار ماذا شو تريدك من هذا الصلاة في وقتها عزيزي الصلاة في وقتها صل على محمد وآل محمد زين هذا المعنى الثاني أن تصلي في وقتها النقطة المهمة عزيزي النقطة المهمة جدا أنه الإنسان إذا صلى بالمعنى الثالث يعني التعظيم هذا معنى صار قبل قبل الصلاة عندك تعظيم لها بأن تتوضأ تتهيأ وأثناء الصلاة تكون في وقتها تصلي والمعنى الثالث هو المهم لماذا ماذا تعطي الصلاة أهميتها أصليها بتأني عزيزي وأصليها أنا كمان أصليها بتأني لا نقر كنقر الغراب شايف بعض الجماعة رأسا رأسا ما نقر الأرض راح هذا مو تعظيم للصلاة على كيفك بهدوء شوية يكون عندك خشوع اكو مستحبات للصلاه للصلاه مستحبات انك تصلي مع اذان واقامه عندنا في الروايه الذي يصلي لوحده بدون مو هو بس مستحب اللي يصلي راسا صار وقت الظهر الله اكبر وبلش بالصلاه يعني هذا في الروايه صلى لوحده اما الذي يؤذن ويصلي فقد صلى وصلى معه الملكين عن اليمين وعن الشمال وإذا أقام يؤذن ويقيم هاي لا هاي بس الأذان وإذا أذن وأقام فإنه يصلي هو والملكين وصف من الملائكة اللهم محمد حبيبي مستحبات اكو بالصلاة بالصلاة اكو مستحبات واحد يلتزم ينطي عظم للصلاة مو انا اصلي والموبايل بصفي وكل سايد يرن وحطه هيك واشر للباب وافكر بالتلفزيون او بالمسلسل او اصلي بالمكان مزدحم اروح وارفع اروح مكان واحدة حتى اختلي حتى اتوجه انطيها عظمه للصلاه مو انا اصلي وفكري غير مكان كثير من الاخوان يقولون عندنا مشكله الشرود الشرود شرود ذهني بالصلاه يقول وحياتك بس اقول الله اكبر اي شغله عندي ضايعه مفتاحي ما ادري شغلتي القاها وين؟ بالصلاه القاها خوش والله هاي مشكله حقيقه هذا مو تعظيم للصلاه يعني ربك رايد منك هالخمس دقائق يا بتوجه لي حتى لو عندك مقابله مع مسؤول بالدائره ما ادري بالعمل هم تهيئ نفسك قبل الموعد تروح مرتب حالك معطير هذا ما قبل الصلاه اللي توضي وبعد شنو تروح له بالموعد المعين ومو تروح له بساعة هو عندك ساعة بثمانية أنت عندك موعد تروح له بالتسعة أو بالعشرة هذا مو مو إنصاف من مصاديق عدم تعظيم الصلاة شنو عزيزي إنه أصليها بآخر وقت ايش وقت ما اجيت من الشغل وقعدت وتعشيت وسولفت ويا الاصدقاء وشفت المسلسله او كره القدم قبل ما انام هو ذكرت انا ما مصلي صح مصلي لا لا ما مصلي ما مصلي صحيح والله انقر نقر القراءه وخلصها مولانا خلصها هذا مو تعظيم للصلاه هذا استخفاف بالصلاه والامام الصادق روح له الفداء قبل ان نعم في ساعات الموت جمع كل اقربائه اللي من نفس عائلته لا تذهبن بكم المذاهب تقولون بلي عني الإمام صادق يصير أبويا يصير عمي يصير فلان شي فلان شي لا تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاة مو تارك الصلاة مو تارك الصلاة ما أتكلم معنا اللي يستخف بس مو كلامنا على العظمة اللي يستخف بالصلاة يتركها شوكم قبل ما تطلع الشمس ماكو دقائق، يركض ما يدري ويوصل ما يوصل زين هذا يركض هذا البعض مولانا الشمس تطلع وديش خير ما يدري خلصه وبعدين يطبقها اصلا ما كانما ما عاد صلاه الصبح هو فريضه يطبق للظهر الظهر لو لو بالليل هذا كله لا يعد تعظيما للصلاه زين هذا كله خليه في نقطه على السطر حتى نبدا ان شاء الله بالموضوع من هذه النقطه الرائعه ببركه الصلاه على محمد وال محمد. ماذا قالت الايه التي افتتحنا بها الكلام؟ والفجر اسمع عزيزي خلي قلبك ومسامعك ان شاء الله معانا والفجر هاي الواو احدى حروف القسم الثلاثه الواو والباء والتاء والله بالله وتالله هاي عرفناها احد حروف القسم ليش يقسم رب العالمين هو رب العالمين بعدك واحد يقدر يكذبه لا التقسيم القسم يؤتى به لاثبات قضيه جدا مهمه جدا مهمه تابعنا شوف شنو هالقضية القضيه المهمه موضوعنا الصلاه وتعظيم الصلاه والفجر مولانا شنو الفجر هذا؟ الفجر قطعا فشي مهم اللي الله ما ماذا يقسم به شلون تقول له في واحد تقول له روح والدي روح الحسين والعباس هذا مو عندك عزيز تحلف بيه مو تحلف بيه كذب هنا رب العزه والجلاله يقول والفجر اراء كثيره بس انا احصرها بسرعه حتى ان شاء الله تكون معايا الراي يقول الفجر المقصود به اول النهار أول النهار رأي مقبول شنو أول النهار مولانا هاي آية من آيات الله بس إحنا ما حاسين بها لأن يوميا نقوم الصبح قوم الصبح ليه النهار عندنا عادية الفجر على الرأي الأول أول النهار شنو آيته آيته هذا الظلام اللي يغطي الكرة الأرضية نصها ثلاث زين هذا شي زي الظلام شي يبدده ربك يبدده يوخره ويجيب شنو يشوف يجي النهار في الدعاء يوم الخميس الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته اللهم صل على محمد وآله ولا تفجعني فيه وفي غيره باكتساب المآثم أعوذ بالله اللهم ارزقني خيره وخير ما بعده وقفني شره وشر ما بعده المهم آية من آيات الله أنه ماذا يزول هذا الظلام من يقدر يزيله مولانا أكبر بروجيكتور ما يقدر روح جيب بروجترات العالم يمكن منطقة معينة رطيلك لك لكن ربك بقدرته آية من آياتها الله عز وجل أنه ماذا يزيل هذا الشيء هذا الرأي الأول خلي بالك هم عزيزي ولا همك الرأي الثاني يقول المقصود بالفجر شنو صلاة الفجر بالك أمي؟ المقصود بالفجر يعني رب العالمين يقول قسما بصلاة الصبح عجيب هي شو مهمة تدري مهمة صلاة الصبح بحيث الله عز وجل يعبر عن صلاة الفجر يقول إنها قرآن وقرآن الفجر شنو كان مشهودا مشهودا يعني واحد يشاهد صلاة الصبح أكو واحد يراقبك بيها مشاهد اللي يشاهد من هو ملائكة الليل وملائكة النهار الذي يصلي اسمعني حبيبي هاي جدا نافعة إن شاء الله الذي يصلي في أول لحظات شنو دخول الوقت في صلاه الفجر فان نوع من الملائكه يشهدون يوم القيامه بان هذا صلاه بهالوقت ملائكه الليل دت تروح خلصت خلصت مهمته جت ملائكه النهار اثنيناتهم شهدوا بان العبد فلان ابن فلان صلاها فعدهم شهادتين ان قل قران الفجر كان مشهودا جدا مهمه صلاه الفجر هذا راي ثاني الراي الثالث الراي الثالث عزيزي يقول الفجر المقصود به سيد الشهداء ابو عبد الله الحسين شلون عيوني والفجر عن صادق العتره صلوات الله وسلامه عليه يقول الفجر من هو؟ جدي الحسين بعد والشف هو هو نعم علي بن أبي طالب وجدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم والوتر أمي فاطمة الزهراء سلام الله عليها هذا رواية ما أدري كيف أنا مبالغ رواية عدي أنا بها اسمع عزيزي والفجر وليال عشر يعني رب العالمين يقول وحق الحسين وحق ليالي الحسين اسمع زين خلي بالك امي طبعا ليالي ليالي العشر اللي والفجر وليالي العشر مو بس احنا نقولها ليالي العشرة ليالي العشرة الرازي في تفسيرهم يقول ليالي العشر ليالي العشرة وغيره هم يعني السنه وشيعة يقولون بها بس بعضهم يقولون عشرة من ذي الحجه ما ذي الحجه بس اكو من من ابناء العامه من يقول بان الليالي العشر هي ماذا؟ ليالي عاشوراء شو عزيزي ده يقسم اكو جواب للقسم، اكو نتيجة للقسم، ليش يقسم؟ والفجر وحق الحسين وحق رسول الله وحق امير المؤمنين وحق الزهراء شنو صاير؟ الخطاب في زمان الرسول صلى الله عليه واله وسلم يقول له يا رسول الله انا اقسم بالحسين اقسم بيك اقسم بعلي اقسم بالزهراء ان أعداءك راح نهلكهم. كما اهلكنا منه عاد ارم كذول كان اقوى من قريش اكثر عمرا وطاقة جابوا الصخرة بالواد ذولاك اهلكناهم فما بالك بمن بقريش اطمئن هذا قسم مضبوط في زماننا هذا الله يقسم وحق الحسين وحق ليالي الحسين انت تعرف قيمة اللالي وين قعدت وحق الحسين وحق ليالي الحسين وحق رسول الله أن أعداء الحسين ما يستطيعون إخماد نور الحسين وأطفاء هذه المجالس فإنها باقية هذه المجالس باقية إلى الأبد هذا الرأي شوف أنت حبيبي اللي يعضد هذا الرأي بس الإمام الصادق لا حتى الإمام علي سلام الله عليه الامام علي يوم من الايام كان جالس مع كميل اجا بعد صلاه العشاء كميل من اصحاب الامام وتلميذه يقول دخلت عند الامير المؤمنين سلام الله عليه وبدانا بالحوار والنقاش بعد علي اذا شاف له واحد يستحق للعلم ينطيه يقول وبناتنا شمعه واحده شمعه عالقين بالشمعه يقول تكلمنا وتكلمنا وتكلمنا ما حاسين على نفسنا الى ان على وجه الفجر بعد الفجر ما داخل ها بعد دقائق لحظات مثلا راح يدخل الفجر واذا فتح فتحت الباب دخل سيد الشهداء كان عمر سنتين واذا بعلي قال يا كميل اطفئ السراج فقد برز الفجر قل قلت يا مولاي ما السراج قال السراج عقلك ونعم اطفئ السراج فقد برز الفجر والفجر ولدي الحسين يعني شنو؟ يعني بعد اذا اجى الحسين لا تقوم تتفلسف بعقلك هاي شنو قرايه وتلطمون سيجيك بكره ان شاء الله يجيك ما ما تستعجل لا تحط عقلك وعقلي هاي ماي ما, ما تطب بعقلي وذيك ما ادري شنو عوف هسه بكره نكمل ما انا نا اتفرع خلاص نقطة راس سطر الفجر هو الحسين سئل الامام الصادق سلام الله عليه يا ابن رسول الله يا ابن رسول الله كيف صارت صارت صلاة الفجر صارت صلاة الفجر شنو؟ مخصوصة بالحسين احنا مو عندنا سورة الواقعة مخصوصة بأمير المؤمنين صلاة الفجر بمن مخصوصة؟ بسيد الشهداء قال في بدايتها وفي وين؟ نهايتها أما في بدايتها فالله عز وجل يقول والفجر وأما في نهايتها يقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مر... هاي مقصودة بالحسين أيضا فصلاة الفجر إلمن للحسين نختم شلون نختم خدام الحسين عيوني أنت تاج راسي يا ما تخدمون لا تضيعون صلاه الفجر ليش مولانا؟ اولا انت خادم للحسين وانت موالي والله عيب إيه تفوتك صلاه الفجر هاي منسوبه للحسين شلون منسوبه للحسين مولانا؟ تدري يعني الصلوات الخمسه روايه بيها انا كل روايات ما روايه بيها الفرائض الخمسه قسمت على اصحاب الكساء فصلاه الفجر للحسين وصلاة الظهر لرسول الله صلى الله عليه واله وصلاة العصر لامير المؤمنين علي بن ابي طالب وصلاة المغرب للزهراء وصلاة العشاء للحسن المجتبى. وزعوها روايه بها انت الموالي وانا إذا صدق متعلقين بالحسين وندعي خدام وشيعه ترى أول ما يمتحنون به امتحنوا شيعتنا عند مواقيت الصلاة إذا ما صلينا الفجر يعني الظاهر علاقتنا ويا الحسين شنو؟ تعبانة ثق واعتقد تعبانة يا أخي حباً بالحسين مو هاي صلاة للحسين أنت مو جاي الحسين؟ أنت من جاي أنا؟ للحسين جاي حباً بالحسين قم وانهض لصلاة الفجر إذا قمت يعني أنت عندك علاقة بالحسين هاي وحدة اثنين لما تصلي اسمع هاي مني وإن شاء الله ما تنساها بعد عشرين سنة بعضهم يقول أنا والله تشرد صلاتي شوية روح بالي بصير شروط ذهني إذا تريد إن شاء الله صلاتك تكون أكثر مقبولية ونورانية مو تنوي تقول أصلي صلاة الفجر صلاة صلاة المغرب كل واحدة تنسبها لمن للمعصوم مثلاً بكرة الصبح إن شاء الله تندعينا بالفكرة تقول أصلي صلاة الصبح ركعتين قربة الله تعالى صحيح قبل ما تكبر قل إلهي صلاة الفجر منسوبة لمن لسيد الشهداء الحسين إلهي بحق الحسين تقبل مني هاي الصلاة يعني اقرن صلاتك بمن بالمعصوم وهكذا الظهر وهكذا العصر المغرب أصلي صلاة المغرب ثلاث ركع فريضة قربة الله تعالى إلهي بحق الزهراء وضلعها المكسور تقبل مني هاي الصلاة راح تكون أكثر نورانية راح ينطيك توجه ثق واعتقد يجيك توجه انت جرب جرب هالليلة بكرة إن شاء الله جرب تنوي مع المعصوم شوف شلون أنوار المعصوم ألطاف المعصوم تكون معك ينطيك تركيز في الذهن إن شاء الله وصفاء في الروح هاي اثنين ثلاثة عزيزي إذا ما صليت الفجر دع عنك بأنه فضلا عن كون انه علامه انت ما عندك ارتباط بالحسين شديد فإنك قد استفتحت نهارك بمعصيه الله أعوذ بالله وأعوذ بالله من يوم أوله فزع وأوسطه وجع وآخره شنو هاي؟ جرب انت فد يوم الصبح لا تصلي وروح على فد معامله ما تنقضي أو إذا تنقضي بعسر أو تتأخر أو يصير مشكلة إذا قمت أنت من النوم ومتأخر طالعه الشمس حتى لو قضى صليها وروح صليها وروح تأجلها فإنها مؤثرة على قضاء الحاجات سيد الشهداء روح له الفداء سيد الشهداء روح له الفداء في في يوم عاشوراء ذاك نعم الشمس الحارة والدماء والأعداء وحوش وحوش بمعنى الكلمة وإذا بثمام الصيداوي ينظر هذا الزوال ها صارت وقت الشمس رأسا لسيد الشداء قال مولاي قد حان وقت الصلاة الإمام يدري هو بس حتى تجي الفكرة إنه قال لقد ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين هذا إمامي وإمامك اللي إحنا نقتدي والآن جالسين ببركة دمائه ما ترك الصلاة تدري كم شهيد راحوا أثناء صلاة الإمام الحسين وقفوا له سور 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 وقفوا هذاك أصلا ماكو ينزع قميصة والسهام تجي يكيف يفرح أن يستشهد بين الحسين يا ابن رسول الله قد وفيت قال بلى قد وفيت وأنت أمامي في الجنة ابلغ جدي عني السلام روح او التالي الروح اخوان اخوات ماكو واحد ما يروح باقي بس وين الروح وشلون الروح هذا الكلام يا ايتها النفس المطمئن الروح لو قلقانين وخايفين الصلاة تعطي الاطمئنان ذكر الله يعطي الاطمئنان الا بذكر الله تطمئن القلوب سيد الشهداء بقي ما ترك بالله يوم والله يوم صعب لا 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 ابدا صلاها في وقتها رغم الحروب انت ما عندك شيء شنو عندك حتى لو عندك دوام قوم صلي وبعدين نام ووقت الساعه لو عندك سفر بالمطار اذا ساعة خمسة افترض الفجر وما تقوم للصلاه لكن عندك تذكره ساعه بثلاثه كنت تكون بالمطار شو تسوي؟ ذيك الليله ما تنام علم التذكره السافر من منطقه المنطقه ولكن تذكره رب العالمين الصلاه مع راجل مؤمن تعرج الى الله بروحك هاي ما تفكر لها وقت الساعه وصي ابوك والدك اختك زوجتك منبه منبه موجود سيد الشهداء روحي له الفداء ما ترك الصلاه واوصى بالصلاه واستشهد علما اشهد انك قد اقمت الصلاه واتيت الزكاه وما جرى ما جرى على سيد الشهداء صدقني انما خرجت لاجل شنو؟ اصلاح وما اريد عن الدنيا وهالمسائل اريد اصلح هاي رسالتنا توصل لنا ان عانى ما عانى روحي له الفداء من ضمن المعاناه صاحبه هذه الليله فاطمه العليله تركها في المدينه تركها في المدينه وحدها الله يساعده والله العظيم الله يساعده لما اراد الحسين ان يخرج نادى رقيه حضري نعم امورك جهزي حالك ركضت ام كلثوم فلانه فلانه ليلى رباب كلكم حضروا الا هاي البنت المريضه ما نادى باسمها شلون مصيبه هاي يا اخي والله مصيبه والله مصيبه ما نادى باسمها هي مساكتة شوف الادب ساكته خطيه هسه يصح باسمي هسه يصح باسمي ماكو فكرت قالت العباس عم ما صح باسمي والد الحسين ليش فالحسين التفت جاء إليها مع زينب قال بني أنت طبعا الإمام الحسين كان هو يحب فاطمة العليلة هو يحبها ليش أولا لأنها سمية أمه الزهراء أم الحسين فاطمة وهذه فاطمة أم الحسين مجروحة ومريضة بضلعها هاي هم مريضة في الرواية كان ينيمها فاطمة العليلة ينيمها إلى جنبه يفرش فراش فاطمة إلى جنبه بني فاطمة أنت يا عليلة قالت أبا أنا عليلة خذ سجادها عمي عليل قال بني أنت صغيرة شي يقول لها أنت صغيرة قالت أخي عبد الله الرضيع أصغر مني الله أكبر إلى أن قال بان هذا الكلام ان في بقائك شفاعه لشيعتنا الله الله, الله شوف الحسين ان 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 قالت ابا ابقى ابقى في البيت وبدا الحسين نعم وضعن الحسين كلهم يروحون مره واحده ترى كلامك جدا سهل باللسان لكن بالعمل صعب نعم بقيت هذه الطفلة المريضة العليلة تنظر كيف نعم يجهز الحسين هذا الضعان والعباس وفلان وفلان والأكبر والقاسم وإذا وضعت رأسها بين ركبتيها بعد أيست من الحسين بعد ساعة ويشدوني بضعنهم ويجني غريب أو ما منه كلهم يشيلون جنهم هو بعين يظل نزله نزلهم وظل انشده رايح جاي عنهم قالت أبا أنا ما راح أدخل للباب ما أدخل للبيت ما أقعد للبيت لعد وين تقعدين يا بني قالت أنا لاقعد على درب الضعون والسائل اليرحون يرحون أي والله يجون يحسن بي لا تقطعون. اي والله يا حسين بي لا تقطعون سفركم بعيد وخاف تبطون اي والله سفركم بعيد وخايا يا فتوبطون رحل الحسين والفاطمة تلاحق نظراتها إلى من؟ إلى القافلة حتى دخلت إلى الدار الله أكبر هذه حجرة الحسين هذه حجرة قمر العشيرة هذا مهد عبد الله الرضيع شلون دار؟ موحشة موحشة وإذا بها أخذت تخاطب الدار: يا دار نشديك عنا هاليك حسين، حسين كانما صدى الدار كلها الصيح حسين ونحن مع العليه فاطمه نصيح مرتين حسين حسين يا دار يا دار نشديك عنا حالي حسين حسين يا دار وين حسين راعيك حسين يا دار وين القمار عباس حاجيج يا دار احلف يمين الماء اطوب ليج اي والله ما اطب ليش حتى يريد راعيك يا دار عزيني وعزيك عزيني وعزيك من سافر وما شوف ساعه ردوا علي يا 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 يا. هذه بقيت لوحدها بابي وامي راحت زينب سلام الله عليها وصلت الى كربلاء ومع الاطفال ومع بقيه النعم اليتامى الا هذه المسكينه بقيت لحالها تنتظر جواب لعله احد ياتي بجواب ولكن لم ترى جوابا منهم إلا عندما ردع الغراب نعم. نعم بدم على دار الحسين بأبي وأمي هذه يتاماكم تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجي بنساء الهنا نسالك وندعوك باحب الخلق لديك محمد وعلي وفاطمه الزهراء والحسن والحسين والتسعه المعصومين من ذريه الحسين يا الله اللهم عجل لوليك الفرج يا الله، اجعلنا من اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه يا الله، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه، آبائه في هذه يا زهراء يا صاحب تمتعه وعينا وتمتعه فيما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا في مقامنا هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة يا الله اللهم شافي مرضانا يا الله لا سيما من أوصانا بالدعاء اللهم شافهم بشفائك وعافهم بعافيتك يا الله وداوهم بدوائك يا الله اللهم اقض حوائجنا للدنيا والآخرة يا الله ارحم موتانا يا الله المؤسسين لهذا الماتم تقبل اعمالهم واعمالنا باحسن قبولك يا الله اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا الا وفاطمه الزهراء راضيه عنا يا الله اجعل عواقب امورنا خيرا يا الله والى ارواح المؤمنين والمؤمنات وأرواح أموات وأموات الجالسين والسامعين وإلى أرواح خدمة الحسين نهدي لهم جميعا ثواب الفاتحة قبلها صلوات يا الله يا الله سلام الله على عليلة الحسين بارك الله بكم على حيلك رحم الله والديك واسيها الفاطمة العليلة تقضيها لحوائجكم إن شاء الله حوائج الدنيا والآخرة موفقين حبيبي أنت الله يبارك بكم إن شاء الله أجركم على الحسين سيد الشهداء ما ينسى تعبك لا والله ما ينسى هاي دموعكم هذه صدوركم الموسمه ان شاء الله تنالون اجرها هناك يوم المحشر بارك الله بك ادري بيك تعبان يوم الثنين وجاي من الشغل احس بمعاناتك والله بس من اجل الحسين نقيم فد مجلس ان شاء الله ترضى بفاطمه الزهراء ان شاء الله هذا اجرك ما يروح ترى بلاش لا والله هناك هناك تناله السلام عليك يا ابا عبد الله أسف. بارك الله بكم ماجورين موفقين فدوا اروح لكم خدام الحسين خادم خادم لكم والله العظيم خادم لكم اه السلام عليك يا ابن رسول الله تفضل الى الامام تعال يا امي رحم الله والديك هلا بيك هلا يا ابا اه السلام مو عليك يا ابن رسول الله وين طالع وين مجلس الحسين ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب شارك بالعزاء فدوى السلام مو عليك عليك يا ابن رسول الله يا أبا عبد الله الحسين مولاي تقبل منا هذا القليل احنا غير حسين ما عدنا وسيلة احنا غير حسين ما عدنا وسيلة اي والله الله, الله أكبر رحمة الله على حمزة الزغير الله خدمتكم اذا امكن الاخوان اللطامة يكونون هنا قدامي خل نرتب العزل اليوم ليله العليله عليله الحسين وين هم اصحاب الحوائج وين هم عندهم مرضى اخواني اللطامة فدوى فدوا روح لكم هنا اريدكم يمي اتبرك بيكم بارك الله بيكم قد افلح من صلى على محمد وال محمد الثانية غفر الله لكم ما أطول عليك إن شاء الله فدوا أروح لكم الثالثة على حب الحسن والحسين بأعلى أصواتكم بارك الله بك مأجور مأجور حبيبي أنت إذا بها مجال تنزع وتوسم صدرك فداء لصدر الحسين سلام الله على صدر الحسين إي نعم من ودع دياره وانقطعت أخباره عن لسان حال العليلة سلام الله عليها من ودع دياره حسين وانقطعت أخباره ما حد وصل بابي جايب إلي بشاره شال الظعن وما حسبه وحسابي بمحاملهم شال الظعن بلكت يجوني وقعد بظلهم شال الظعن شال الظعن لسلامة جميع خدام الحسين علماءنا الأفاضل صلوا على محمد وآل محمد من ودع دياره وانقطعت اخباره من ودع دياره وانقطعت اخباره ما حد وصل بابي جايب الي بشاره من ودع دياره وانقطعت من ودع دياره. شنو عندك من صوت فدوه ما حد وصل شالي الضعن وما حسبه وحسابي بمحاملهم شالي الضعان بل كات يجوني واقعد بظلهم شالي الضعان شالي الضعان من ودع دياره من ودع دياره ما ليش بارد ودع دياره هلأ ما حد بشارة شالي الضعان وما حس باوح لا تستحي لا تستحي آه شالي بل كت يجو ظلهم شالي الضعان شالي اسمعني شلون راح اقرا من ودع دياره وانقطعت اخباره من ودع كربلاء ثقيل فدوا اروح لك على كيفك على كيفك من ودع دياره وانقطعت اخباره محد وصل بابي جايب إلي بشارة شالي الظعين وما حسبه وحسابي بمحاملهم شالي بل بلكت يجوني واقعد بظلهم شالي من ودع دياره من ودع و... الاخوان اللي ورا ساعدني ساعدني رحم الله والديك يساعدك العليله ان شاء الله دنيا واخره محا هلا 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 شال الظعن شالي الله ما حسبه من منهم شالي لا تبرد لا يجوني ود الله شاليل شالي شا... آي آي, آي, آي كاسرني الحزن كسرت خصن بس الهضم بيه وفراق الأبو أصعب مصابي مر على بنيه هذا النص غاتي فدوا اروح لكم <applause> كاسرني الحزن كسرت غصن بس الهضم بي وفراق الابو اصعب مصاب مر على بنيه انا آه ادري المشى لما مشى ما بي جيه ما بي ما بي طعمي الهجر قاسي شيب شعر راسي والقطع بضعونة لو قاطع أنفاسي من سافر الغالي بيته الصبح خالي غير اسمه ابو اليمه ما قاعد ببالي اهلي مشاو وعفوا علي لبنص منازلهم شالي الضعان بلكت

شالي الضعن وما حسبه وحسابي الله شالي الضعن الله شالي الضعن شالي الضعن شا... آيه آيه ما كنت بمرض بس الفقد هو السبب كله ما كنت بمرض بس الفقد هو السبب كله طفل عليلة بس عافوني الكانة دوا العله والبت لو رحل عنها الأبو بالدمعة تتسلى بالدمعة تتسلى بالدمعة أي حد كان الصبر ملني ولا غالي يوصلني والفارقة لو طالت تاليها تقتلني كلي ليلة تلقاني سهرانة بحزاني مو موتي جعلي موتي جعلي عليا وحسيني ما جاني بليال وضحاها سافره كلهم شالين شال بل فات جوني اي اي شال الضعن شال شال الظعن من ودع دياره من ودع دياره وينهم وين اصحاب هم وين هم الحوائج هي هاي الليله شال الضعن شال الضعن وما شال الضعن شال خادم العليلة كرار حيدر الخفاجي ما اخذوني من راحة وعجب جرحوني بجفاهم ما اخذوني من راحة وعجب جرحوني بجفاهم بس راحة رقية بس راحت رقية وعاتك وسكينها وياهم اويلي 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 على الحسين بس راحت رقيه وعاتكه وسكن وياهم ضيعوني وضعت خوفي بعد ما ممكن القاهم ما ممكن القاهم ما ممكن الله من اقطع الظن ما اقطع الون لو كربلا دلها كان الهأت عنا كم لي على مرتنا واحنا على فرقتنا بل كات وترجع محنتنا ماتي الامل ولا طارش يوصلهم يقلهم شالي قلهم شالي الضعن شالي الضعن شوفني شقد تحب الحسين الداعد الداعد ما حد وصل بابي شالي الظعن شالي الظعن عمي شنو هالجواب؟ فدوه اروح لك. حسبه كربلائي شالي الظعن بالبيت يجوني وقعت ابخلهم اه يا شالي الظعن شالي محل. آياه آه مشتاقش كثر اشتم عطر من والدي وانحب مشتاقش كثر اشتم عطر من والدي وانحب مشتاق لابو فاضل لي ان بفراقه اتعذب ويلي عليك يا ابو فاضل مشتاقه لابو فظل ان بفراقه اتعذب والزينب احن كل ما صحت يا عمه يا زينب يا عمه يا زينب يا عمه وين وين يا, يا عمه يمتل الشمل يلتم مو كافي من الهم مشتاق لاخواني وعليهم اتالم العبد الله مشتاقه جاريحني بفراقه عيني بعلي الاكبر تتمنى تتلاقى متحيرة بس للأسف ما أقدر أصلهم شالي الضعان <applause> آه شالي الله, شالي الله شالي طلع الحسرة من قلبك

يا أبا عبد الله يجولي وقعد شال خادم الحسين كرار حيدر الخفاجي <applause> كل خافي يرد ناع الحزن وينادي بدموعه كل خوف يرد ناع الحزن وينادي بدموعه صيحب كربه لحسين انذبح وتكسرت الضلوعه <applause> يا حسين يا ابا عبد الله الحسين صيح بكرب الاحسين انذبح واتكسرت ضلوعه هل وتكسرت ضلوعه ظل فوق النهر راعي العلم جفي انا مقطوعه وظل فوق النهر راعي العلم انا مقطوعة كفي انا مقطوعة كفي انا مقطوعة حتى الخيم تلهب طاحت على زينب واسفل خدر ذاك تاليها يتسلب هذا الخبر يعني موتي يودعني مهما صحت يهلي لا احد يسمعني اخر حلي ماتي وبقيت اسمع مقاتلهم شاري الطعن بديت يجوني وقعت بخلهم شاري الطعن شاري الطعن ايه عنك سؤالي وينك يا غالي وعنك سؤالي وينك يا غالي السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك هلا هلا السلام عليك يا أبا عبد الله السلام سلم سلم على الحسين ويا العليلة الله السلام عليك يا وسافرت سفرة طويلة ما تجيني وتستمع قلبي وعويلة ورحت عني وما قلت عندي عليلة تاب كتبه بمدمع عيون الأسيلة تاب الحبايب وياك عاتب وياك عاتب كتاب الحبايب السلام عليك يا أبا عبد الله. ها؟ السلام عبد الله. بسيط كل هلا السلام عليك يا أبا عبد, هل... هل... عبد, الله. عبد الله. آه يا فكري استعرض صوركم كلمسيه ما نسيت اللمه والقعده سويه ما نسيت اللمه والقعده سويه نار بابه ناس وكينه نار رقيه نار بابه ناس وكينه نار رقيه ناجنت عبد الله مهد بديه ودار الزهيه صارت خليه وصارت خلية دار الزهية السلام علي عبد الله. آه السلام علي عبد الله. حسيني حسيني آه السلام علي عبد الله. خادم الحسين كرار حسين الكربلائي الله بويا ما عندي خبر منك يا غالي بويا ما عندي خبر منك يا غالي كل صباح وكل مساء عنك سؤالي ما جريت سوت بقلب الليالي ما جريت سوت بقلب الليالي من كثر نوح الصخر ناح على حالي واحس بثواني ترجع أيه وتاني وترجع وتاني, أيه وتاني أيه احس بثواني السلام عليك يا ابا عبد الله السلام عليك هلا هلا السلام عليك <تصفيق> <تصفيق> <ببع البيض「> السلام علي الله يا بوي يا بنتك ما بكت وحده مثلها هلا يا عليل للقبل عافوها اهلها بوي يا بنتك ما بكت وحده مثلها يا عليل للقبل عافوها اهلها عدها ما ترجع ولا قطعة أملها عدها ما ترجع ولا قطعة أملها ما تعوف النوح إلا ترجع لها بجيتك حبيبي أترك نحيبي وأترك نحيبي بجيتك حبيبي السلام السلام عليك سلم سلم على الحسين من كل قلبك السلام عليك يا اه السلام عليك يا, آه يا ايدي فوق عيوني واطلع جسمي ناحيل ايدي فوق عيوني واطلع جسمي ناحيل بالطريق اقعد واظل عنكم اسائل اسال من الناس ما شفتوا محامي هلا اسال من الناس ما شفتوا محامي بالدرب ما شفتوا عمي ابو فا ها بالدرب ما شفتوا عمي ابو فاضي هلا ساق العطاش تنساني حاشة تنساني حاشة ساقع عطاشا، السلام عليك يا ابا عبد الله السلام، بيت الدعاء عليك يا ابا عبد الله صيح السلام عليك، يا ابا عبد الله، أبو من ضلوعي نار الفرقة الهب، هلا <applause> بوي من ضلوعي نار الفرقة الهب بويا أبقى بو يا وقت محتاره وانحب، بويا أبقى يا وقت محتاره وانحب يا قلب مثلي يا بول عذاب تعذب، يا قلب مثلي يا بول يما تعذب، والله مشتاق أشوف أنعمتي زينب وروحي الحنينة ظلت حزينة ظلت حزينة روح الحنينه السلام خادم خادم السلام عليك يا خادم خادم حبيبي السلام عليك يا آه عبد السلام عليك كرار حسين الكربلائي، الله بويا من ضلوعي نار الفرقة الهاب، بويا من ضلوعي نار الفرقة الهاب، بويا أبقى يا وكت محتارة وانحب، يا قلب مثلي يا بول يما تعذب، يا قلب مثلي يا بول يما يا قلب مثلي يا بول يما تعذب والله مشتاقة اشوف طنعتي زينب روح الحنينة وظلت حزينة ظلت حزينة روحي الحنينة السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا أبا على راسك على راسك السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا عبد الله حسين 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 حسين, حسين, اله حسين. حسين, حسين, حسين. <applause> إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله تقبل منا هذا القليل شافي وعافي مرضانا يا الله عجل لوليك الفرج إلهي وسيدي ومولاي شافي وعافي مرضانا يا الله إلهي وسيدي ومولاي سدد ديوننا يا الله إلهي وسيدي ومولاي بالحسين يا الله لا تسلب منا خدمة الحسين حتى آخر لحظة من عمرنا يا الله والى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤسسين جميعا نهدي لهم ثواب سورة مباركة فاتحة تسبقها الصلوات بأعلى الأصوات